حته ان احنا ما ننساش ده بقى مهم ان احنا نشوف البيانات اللي بنتابعها مع حضراتكم بشكل دوري، لانه زي ما خالد كان بيتكلم احنا بنبقى مشغولين بنفسنا، مشغولين بضغوط وهموم الحياه، مشغولين بوضع اقتصادي، كل واحد فينا بيبقى عنده همومه الشخصيه، فبيبقى مش فاهمين او مش مدركين للاسف انه لا البلد بتحارب. يعني بصراحه واحنا بنتابع انا قريت بعض البيانات وبعض الارقام، لكن وانت بتشوف الصوره وانت بتشوف كميه الضبطيات والخارج عن القانون والناس اللي عايزة تستهدف أمننا وسلامتنا، كنت بقول أنا وخالد إيه ده؟ مين دول؟ أنتوا ما بتخلصوش؟ يعني بيبقى الواحد أصلاً متأذي جداً وهو بيتابع ده، لكن من المهم نتابع ده ونشوف ده عشان نعرف إيه اللي بيحصل على الأرض، نعرف الناس اللي بتضحي عشاننا، فنبقى مش هقول نتحمل بس نشيل الشيلة مع بعض، يعني إحنا بنتحمل جزء من المسؤولية ونصيب من المسؤولية، أو يعني في فاتورة بتدفع فكل بيدفعها كل في مجاله، كل واحد على أرضه. ربنا ينصر بلدنا إن شاء الله، ويعني تعدي كل هذه الأيام على خير، والصور دي يعني يا رب تبقى من الماضي إن شاء الله في يوم من الأيام.